السلام عليكم. طبعا هذا يعتبر أحد أهم المقاطع اللي سجلت يعني في القناة، لأنه يعتبر نقلة نوعية. ف يعني أبي أتكلم بشكل مبسط عن بشكل مبسط شرح يعني عن مستقبل القناة. تمام، طبعا هذه يعني ما فيش لا وداع ولا حاجة، بس أنا كتبت عشان أسحب المتابعين عشان يعني يدخل المقطع. طيب، فمستقبل القناة طبعا شفت غيرت الاسم والشعار وكل حاجة. ف يس، طيب الآن فتحنا قناة في التليجرام، تعتبر كيعني قناة إخبارية عن قناة اليوتيوب. فيعني القناة هذه مهمة جدا، لأنه سيتم فيها استشارة مثلا الطلاب عن المقاطع اللي لازم تنزل، وإيش ينزل أول، وإيش الأهم، وإيش المواد اللي نهتم فيها في القناة وكذا. طبعا هذا بداية من الترم الجاي إن شاء الله. ف يعني القناة ستكون من الطالب إلى الطالب. تمام، ف يعني مثلا أحيانا أفكر الدرس هذا ممكن الطلاب يحتاجوه، ممكن ما يحتاجوش، فأكون مش عارف هل أنزل الشرح ولا ما أنزلوش. ف يس، هذه القناة التليجرام تسهل عليا، لأنه ببساطة أشياء أسأل الطلاب تشتوا هذا الدرس ولا لا، وعلى حسب. تمام، يس. ومعلومة أخيرة قبل ما نختم، كملنا خلاص قبل ما نختم يعني. الآن في جميع الدروس القادمة والدروس الماضية، تمام، للي يعني ممكن إنهم مش موجودين معنا في جامعة صنعاء، إيش نكون ننزل المراجع ومثلا الملازم والمقاطع الصوتية اللي تم الاستناد عليها في الشروحات. تمام، عشان يعني اللي يستفيد ومش عنده، اللي يستفيد يعني ومش عنده مش معانا مثلا، أو مش عنده الإمكانية إنه يشتري المرجع وهذا، فيكون متوفر لكم جميعا. طيب، فيس وبس كملنا.